دعونا نقدم تصفيقا حارا لربنا يسوع. إلهنا صالح، عندما يلفت الرب انتباهنا لشيء ما في كتابه المقدس فهو يعطينا هدية في غاية الروعة، وعلينا أن ندرك أن هذا إعلان حقيقي من الله. وإن لم نفهم ذلك جيدا علينا أن نصلي: يا رب افتح ذهني وكلمني يا إلهي، علمني وعرفني ما تخبئه لي. فعندما نفهم مشيئة الرب سنكون قادرين على الانتصار والتمسك بالبركة والبدء بعيش حياة مختلفة، حياة المنتصرين. كثيرون اليوم أتوا ليقدموا الشكر للرب لما صنعه في حياتهم، ولكن ما صنعه إلى الآن هو بداية لسلسلة لا تنتهي. فتوقعوا المزيد من الرب من الآن فصاعداً. لقد بدأنا بدراسة رسالة تسالونيكي الأولى الإصحاح الرابع. فعلا أنها رسالة رائعة. هذا الإعلان يفيدنا كثيرا، وهنا لدينا أربع مبادئ. لقد تخطيت أول مبدأ سأتكلم عنه لاحقا، فأنا درست الثاني والثالث والرابع. لا أعرف تماما عدد الخدمات التي درسناها خلال هذا الموضوع، أظن أنها الخدمة السادسة. وكل ما تحتاجون إليه في حياتكم هو ما ستتعلمونه الآن من الإصحاح الرابع، ولن ينقصكم أي شيء أبداً. العدد 11: وأن تحرصوا على أن تكونوا هادئين وتمارسوا أموركم الخاصة وتشتغلوا بأيديكم أنتم كما أوصيناكم. كان بولس ينصح الآخرين دائماً بأن يشتغلوا بأيديهم. العدد 12: لكي تسلكوا بلياقة عند الذين هم من خارج، ولا تكون لكم حاجة إلى أحد. أول مبدأ: أن تحرصوا على أن تكونوا هادئين. وماذا يعني هذا تحديدا؟ هذا يعني أن نحيا بسلام مع الرب، وإن عشنا بسلام مع الله سنعيش بسلام مع جميع من حولنا، وحتى العدو لن يستطيع أن يأخذ هذا السلام منا. فالعيش بسلام مع الرب أمر سهل جدا، لأن الرب يسوع قال: سلاما أترك لكم، سلام يعطيكم. فهو لنا الآن. ما هو هذا السلام؟ إنه السلام المعطى ليسوع من الآب. أحبائي، هل تتخيلون أن يسوع كان قلقا عندما كان على الأرض أو يائسا أو منزعجا؟ لا، فالرب يسوع كان كاملا، كان دائما في محضر الآب وفي أعماقه، وقد أخبرنا: سلامي أترك لكم. فهو لم يترك لنا أي سلام، بل سلامه هو. لقد قال: سلامي أعطيكم. فهذا هو هدفنا ويجب أن نحققه، ونستمتع بسلام الله بيسوع المسيح، ونعيش حياتنا كما عاشها الرب يسوع بذات الهدوء والدوافع، لأن سلامه ليس خاملا بل مفعما بالحيوية. أنا أريد أن أسمع صوت الرب ونراه، أنا أتعلم منه وأتكلم معه. فيجب أن نفعل كما قال بولس، وأن تحرصوا على أن تكونوا هادئين وتمارسوا أموركم الخاصة، لأننا قد نلنا السلام، سلام الله. والآن المبدأ الثاني، ما الذي يتكلم عنه دكتور سواريز؟ عندما يعطيك الله مهمة فهذا هو ما يجب أن تفعله، لكن ليس لدي أي خدمة من الرب. لا، بل لديك. فكل مرة تقرأ فيها الكتاب المقدس يحدث هذا. أنا أعلم، فهذا يحدث لي دائما. أو عندما تستمع لعظة من الكلمة تشعر بداخلك أن الرب يريد شيئا منك، أحيانا أن تبارك أحدهم، وأحيانا كثيرة قد تحلم بشخص ما من حولك، لكن لا تطيع المهمة التي أعطاك إياها الرب، وتقول أن هذه مهمة صغيرة. لكن إن كنت أمينا في القليل سيقيمك على الكثير أيضا. قم بتتميم خدمتك فقط، فربما تكون المهمة أن تذهب للمشفى من سرير إلى آخر، تلقي التحية في موعد الزيارات وتقول للمريض: هل أستطيع أن أتكلم معك عن الله ونصلي من أجلك؟ وعندها سيستخدم الرب حياتك. ربما أن توصل شخصا ما من موقف الحافلة
أو في طابور السوبر ماركت أو البنك. لا يهم أينما كنت، إن رأيت شخصا في احتياج ما ازرع كلمة الله في حياته. يجب علينا أن نسعى لنمارس أمورنا الخاصة التي وضعها الرب في قلوبنا. على سبيل المثال، عندما لا يدفع بعض الكفلاء في شهر ما، يعطينا الرب المال من مصدر آخر لأننا نملك التزامات جمة، فنحن لا نعرض هذا البرنامج على التلفاز مجانا، فلكي نبثه على الهواء يكلفنا الكثير، لكننا سنربح هذا البلد والعالم للرب يسوع. فهناك الملايين الذين يشاهدون، وحياة الكثيرين تتغير. ذات يوم أخبرني قس عن قصة مبشرة أمريكية ذهبت إلى الصين لتبشر هناك منذ 60 سنة، وواجهت الكثير من الصعوبات. فالصين كانت تحت سيطرة نظام غير مسيحي، وكانت الشيوعية قوية جدا آنئذ، وقد دفعت ثمنا باهظا ولم تتزوج. فعندما ذهبت إلى هناك كانت بعمر الشباب، وقدمت حياتها للرب. وفي أحد الأيام شعرت أنها بحاجة لأحد معها، فصلت وقالت: يا رب أرسل لي صديقة لتكون بجانبي، فأنا لا أريد الزواج لأني قد اتخذت هذا القرار، لكني بحاجة لشخص ما لأتكلم معه ليكون من ذات الخلفية واللغة، فأنا في وسط أناس من لغات مختلفة ولم أعتد على ثقافتهم. فإن الحياة صعبة للأجانب الذين يعيشون في بلد ما مختلف عن ثقافتهم. عندها كلم الرب هذه الشابة وقال: قد دعوت شخصا ما، فشكرت الرب. لكن بعد عدة سنين قالت تلك السيدة: لم تأتي. هل الله لم يكن صادقا؟ حاشا، لا، بل تلك السيدة لم تستمع لدعوة الرب. أحبائي، من يعرف؟ ربما الله يدعوكم للصلاة لشخص لا تعرفونه. كم من المرات عندما نصلي نمتلئ ونعتمد بالروح القدس، نتكلم بألسنة قد تكون مختلفة عن لغة الملائكة، وهناك شخص بحاجة لصلاتنا كي نصلي نبارك حياته، أو ربما شخص قريب منا. فهناك مهمات يجب أن نتعلم كيف يجب أن ننجزها. قال بولس الرسول في أعمال الرسل الإصحاح 20 العدد 24: ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي، حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. هناك أشخاص في الخدمة لا أود انتقاد أحد، لكنهم لا يدركون أن الخدمة هي أفضل شيء من الرب لحياتهم. أنا أخدم الرب يسوع، لكنني أريد أن أعيش حياتي الخاصة. إن عشت مع الرب هو سيساعدك في كل شيء، لكنهم لا يهتمون بعمل الرب لأنهم يريدون عمل هذا أو ذاك، ولا يريدون أن يذهبوا إلى هذا المكان أو ذاك، لأنهم يظنون أن العيش تحت الظروف غير محتمل وبعدم وجود الراحة المادية، كالعيش بين أحد القبائل الهندية أو بعض الدول حيث لا يوجد إنجيل ولا يستطيعون الاعتراف بأنهم إنجيليون. لقد سمعت شهادة من زوجين حيث كانا يبشران في أفغانستان وهم في البرازيل الآن. لقد كانت هذه دعوة الرب لهم، وقضوا سنة كاملة هناك وهم يبحثون عن داعمين لهم ليعودوا إلى هناك ليتابعوا الخدمة. أنا أقدر شجاعتهم فعلاً، لكن بولس أيضا كان لديه الشجاعة، فقد قال: ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي. سلم بولس حياته للرب. كم من الناس ذهبوا للعيش في أماكن خطرة، وآخرون قالوا: لا، إن دعاني الله للخدمة في نيويورك أو في باريس سأذهب وستجد طابورا من الوعاظ هناك. لكن إن دعاهم الله أن يذهبوا ويعظوا في مكان ناء ومنسي، حينها يقولون: يا رب أعتقد أنك تستطيع إيجاد شخص آخر. لقد رأيت هذا يحدث، وأحيانا الزوجة لا تدع الزوج يذهب، أو الزوج لا يدع زوجته تذهب. لا لا، الله يعلم أن لدي احتياجاتي الخاصة. قد قال بولس: لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي.
هذا النوع من الأشخاص يكونون ناجحين دائماً، الذين لا يحسبون حياتهم ثمينة، يثابرون ليكملوا السباق وينهوه بفرح. فما الذي أخبرك روح الله أن تفعله؟ ماذا أظهر لك؟ نحن لا نجد هذه الخدمة بلحظة وضحاها، بل يبدأ الله بالعمل في دواخلنا ونحن نتمسك بها. أتعلمون لقد قام الملك حزقيا بأكثر فعل جنوني في البشرية أيام إسرائيل ويهوذا معا. دعونا نتخيل أن كليهما كانتا في حجم ما يقارب ثلث ولاية سيرجيبي، ثم انفصلتا إلى 12 سبتا، ويهوذا إلى سبتين فقط. كانت صغيرة جدا، وفي تلك الأيام كان هناك ممالك قوية جدا مثل مملكة الأشوريين التي حكمت العالم وغزت أرض يهوذا وأجبروا الشعب على دفع الجزية للملك. وكان حزقيا رجل الله ولمس الرب قلبه، فأرسل للملك رسالة أعلن أننا مستقلون ولن ندفع الجزية. فأتى الملك بنفسه مع الآلاف من جيشه وأحاطوا أورشليم وهددوا الشعب وأهانوهم. وعندها وضع الملك حزقيا الرسالة أمام الرب، وأرسل وراء إشعياء النبي فقال له: لا تخف، سترى ما الذي سيفعله الرب. وفي ذات الليلة بعد أن صلى حزقيا للرب أرسل الله ملاكه. أتعرفون كم شخصا مات من الأشوريين؟ 185,000 من الجنود. وقال النبي إشعياء عن الملك سنحاريب يرجع إلى أرضه ويسقط بالسيف في أرضه، وعندما عاد اغتاله أبناؤه. لقد كان للملك حزقيا إيمان عظيم بالرب. هذا هو الإيمان الذي أحتاجه أنا وأنت. مرات عديدة إن هددنا سفاح واحد نبتدئ بالهلع. أحبائي، يقول الكتاب المقدس: لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك. لا تخف من فعل ما يخبرك به الرب، ولا تستبدل ذهب الرب بشيء رخيص نحاسي دون قيمة من عدو النفوس. فالأمان الذي يعرضه عليك زائف، مغرياته فانية، كل ما يقدمه إبليس لا شيء سوى الكذب. لنتابع أيضا: ولا نفسي ثمينة عندي. كان ذلك الهدف، كان القرار من رجل الله الذي يعرف كيف يتمم مشيئة الرب حتى أتمم بفرح سعيي. إن كان الله يريدني أن أساعد الفقيرة سأفعلها بفرح. يجب أن أقوم بعمل الرب بكل رضا. في أحد الأيام كنت أعظ في الولاية الشمالية الشرقية في بلدة فقيرة جدا، والصرف الصحي كان طائفا على الأرض. وقابلني شاب كان يعيش هناك وقال عندما وصل: دكتور سواريز، لماذا أتيت إلى هذه البلدة؟ أجبته: أتيت لأبشر بالإنجيل. فقال: هذا ليس المكان الذي يستحق أن تعظ فيه. فقلت: توقف عن هذا، أهل البلدة هم إخوتي الأعزاء، والرب بارك خدمتنا في تلك الظهيرة. وقلت: لا يهم أين أكون، فكل ما أريده أن أتمم سعيي بفرح عظيم. لنتابع العدد 24: حتى أتمم بفرح سعيي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع. تخيلوا عندما دعاني الرب وقام بإقناعي بعدم دراسة الطب في موسكو وأن أعظ بالكلمة. فالرب قد أعطاني خدمة عظيمة. ماذا كان سيحصل لو لم أتمم الخدمة التي منحني إياها الرب يسوع؟ لم أستخدم حياتي بقوة كما يستخدمني اليوم. أتعرفون أين بدأت الخدمة؟ في الأحياء الفقيرة والمناطق النائية. أتعلمون كم شخص راشد تجمع هناك؟ 5 أشخاص فقط وأكثر من 200 طفل. وكنت أفعل هكذا طوال الوقت بسبب البعوض، لكني بشرت بالإنجيل بفرح. لقد كنت أعظ يوم الجمعة والسبت والأحد، وأعود يوم الاثنين باكرا وأعمل طوال اليوم، وفي يوم الجمعة مساء أخرج وأسافر لمناطق أخرى. كنت أسافر 4 ساعات على الأقل لأصل إلى ناتا فيداجي، مدينة في ريو، وأعظ هناك يومي السبت والأحد. وهكذا وضعني الرب في معهد لاهوتي. لكن ماذا إن ذهبت وقلت: يا رب، لماذا لا تريد أن تفتح الأبواب لي في منطقة باولو؟
باوليستا الكبيرة في ساو باولو أو شارع برانكو في ريو. أجل أرادني الرب أن أعظ في تلك المنطقة العشوائية لأشهد ببشارة نعمة الله. جميع الرجال والنساء يستحقون أن يسمعوا هذا، الغني والفقير كذلك، والأشخاص الجيدون والسيئون أيضا أن يسمعوا ماذا؟ أن يسمعوا بشارة نعمة الله بحسب الإنجيل المقدس، وكيف أن الله لا يدين أحدا بل قد عفى عن الجميع، وهو حاضر ليمنحهم الشفاء ويريد أن يغير حياة الكل. أحبائي، لقد منحني الرب أشياء عظيمة ورائعة في قلبي، وهذا يمكن أن يحدث معكم أيضا. لنعود الآن ثانية إلى تسالونيك الأولى لصاح الرابع. لكي تسلكوا بلياقة عند الذين هم من خارج ولا تكون لكم حاجة إلى أحد. إخوتي، سيسدد الله كل احتياج. دعونا نصلي الآن. أبانا، نشكرك من أعماقنا لأنك أتيت اليوم في وسطنا وأنرت أذهان هؤلاء الأشخاص، تكلمت إلى قلوبهم الممتنة لترفع الشكر إليك يا رب. نقدم شكر قلوبنا لأنك ملأت المكان بمجدك يا رب. لقد فرحوا بك، والآن اتسع فمهم بالتسبيح أمام أعدائهم. سينتصرون ويغلبون لأنك أنت حاضر معهم. أحبائي، لا خوف من العدو الذي يقف ضدكم، فهناك كثيرون قد يقولون لن تستطيع أن تنجح، لكن لا تستمع لصوتهم، استمعوا لصوت الراعي الصالح فقط، وهذا سيملأ فمكم بالتسبيح وستحققون النصر، ستغلبون باسم الرب يسوع. نقدم لك كل الشكر والحمد. آمين. أريدكم أن تشاهدوا هذه القصة عن هذه الأرملة من ريو دي جانيرو التي كانت مقيدة تماماً بالسحر، وأحد الأيام تعلمت أن هذا ليس لها وأتت إلى الرب يسوع. دعونا نستمع معاً وسيبارك الرب حياتكم. توفي زوجي وتركني بدين قيمته 360,000 وشحنتين غير مدفوعتي الثمن. لقد كنت يائسة ولم أعرف ماذا أفعل، وفي ذلك الوقت كنت عضوا في مركز للروحانيين، وقال لي القائد الروحي أن أذهب إلى الكنيسة لأنه لا يستطيع أن يفعل لي شيئا. لقد قابلت ليدي من خلال شابة كانت تذهب للكنيسة معنا، وقررنا أن نستمر في الصلاة كي نساعدها، وبدأت بمعرفة كلمة الله أكثر وأكثر. في أسوأ مراحل اليأس بدأت ليجي بمشاهدة برنامج الإيمان. أخذت جهاز التحكم وحاولت 3 مرات إغلاق التلفاز، وكنت أقول يا إلهي أنا لا أستطيع أن أغلق هذا التلفاز، وابنتي كانت تتصل على الهاتف. وعندما وصلت إلى التلفاز لإطفئه، وفي منتصف هذه الحركة قال أنت يا سيدة الأعمال لا تطفئ التلفاز، لأن روح الرب قد أخبرني لأتكلم معك. فتوقفت وبدأت بالكلام معي وأعطيت انتباهي لأفهم هذه الكلمة، وقال يجب أن تسمعي لكلمة الرب. وفي طريقي للكنيسة تكلم الرب معي، وكلما أغلق عيني في منتصف الطريق كنت أسمع الله يقول لا تبكي لأني سأمسح دموعك. وعندما وصلت قلت لابنتي قد وجدت الحل، فقالت أمي جامع الديون هنا لرؤيتك الآن. فناديت الرجل وقلت اسمي ليدي والدين ليس لي، إنه لزوجي، لكني سأدفع كل شيء. فنظر إلي وبعدها قلت الله أخبرني أنني سأفعل ذلك بطريقة معينة. فقال الرجل أنا أصدق ما تقولينه، كم شهر تحتاجين؟ فقلت 3. وشاركت في خدمة الدكتور سواريز في ريو دي جانيرو وأصبحت كفيلة للبرنامج. وبعدها وصلت ابنتي وقلت لها لقد أصبحت كفيلة، فقالت كيف فعلت هذا مع كل الديون التي علينا دفعها؟ فقلت عزيزتي لقد قررت أن أعطي 30 ريال بالشهر، لكن يا أمي ألا تدركين أنه هناك ديون لندفع بدل كفالة البرنامج ب30 ريال؟ بدأت التأمل بكلمة الله ودفعت 30 ريال، وفي اليوم التالي أتى شخص ليعيد مالا كان قد أخذه من زوجي. كان هذا انتصار عظيم. سافرت ليجي مع ماريا لترائينا ولدت، وهناك أدركت كم هو مهم أن نبقي برنامج الإيمان على الهواء.
لقد ذهبنا إلى المنزل الذي كانت تعيش فيه وقلت للرجل هناك لقد أتيت هنا لأعطيك هذه المجلة من كنيسة نعمة الله، فقال إنها من الدكتور سوارز. هو كان في عمر 80 وزوجته في عمر 82، فقد كانوا كبارا في السن. وعندما أراني الخبز والنبيذ وقال وهو يبكي دعونا نتقدم للعشاء المقدس مع الدكتور سوارز لأنني لا أستطيع أن أذهب للكنيسة بسبب الظروف. وقد لمس قلب ليدي عندما رأت المكان هكذا، فالسيارات لا تصل إلى هناك، لكن الدكتور سوارز أتى هنا إلى مكان غير معروف، فهذه بركة والكنيسة تستحق المساعدة. وعندما وصلت للبيت قلت سأكفل بالنيابة عن أولادي، والله لم يفتح بابا صغيرا أمام ابنتي بل هو فتح بوابة ضخمة، فالله بارك ابنتي بوفرة، فقد تزوجت وهي لا تملك شيء ولا تملك منزل، والله أرسل كل شيء لها من تلفاز إلى مكيف، وابني فيتور ذات الشيء تماما. وكنت أتطور مع الوقت، وبعد ذلك بدأت بالكفالة نيابة عن أملاكي التي أجرتها، وبدأت أشارك بخدمة الكفالة أمام الله ولم ينقصني أي شيء. أنا أشكر الرب لأن ليدي بدأت بهذه الخدمة، لأني رأيت النصر في حياتها وفي حياة أولادها، لأن الله أعطاها الكثير روحيا وماديا، ولقد عمل الرب في حياة أختي ليدي. هللويا، كؤوسنا دائما ممتلئة مع الرب يسوع. دعونا ننتقل إلى فقرة السؤال والجواب. دكتور سوارز، لماذا الزنا خطية؟ لأنها خطية مثيرة للإشمئزاز، وإن فكرت بها فقط عليك أن تتخلص منها على الفور. فما لا تريده لنفسك لا يجب أن تتمنه لشخص آخر، يجب ألا ترتكب هذه الخطية، وهي خطية لأن الرب قال لا تزني، فليس هناك عذر. لكن دكتور سوارز، أنا لا أرتكب الزنا بل أنظر للجنس الآخر فقط وأشعر بالشهوة. لا، لا يجب أن تشتهي زوجة جارك ولا حتى ممتلكاته المادية، لا شيء أبداً. فالشهوة خطية مميتة، لأن يسوع قال إن نظرت إلى شخص من الجنس الآخر برغبات غير نقية فأنت قد ارتكبت الزنا. ننتقل إلى فقرة افتح قلبك. دكتور سوارز، أنا مؤمنة منذ سنوات، لكنني لم أقدر أن أعيش بحسب ما وعد الله في كلمته المقدسة، فحياتي المادية تعمها الفوضى، وهذا يسبب لي القلق لأنني دائماً كنت أمينة بدفع العشور، والأسوأ من هذا أنني أعاني من مشاكل صحية. دكتور سوارز، أنا لا أريد أن أعطي عشوري بقلب ثقيل بسبب المشاكل التي أواجهها، أرجوك أخبرني ماذا يجب أن أفعل؟ أختي، لقد تكلمت في خدمة البارحة عن حنته، إن لم تشاهدين أرجو أن تحصلي على DVD. لقد كانت حنة عاقراً، وكانت تشعر من الله أنها يجب أن تكون أماً، لأنها ولدت امرأة لتكون أماً، والرب استجاب لصلاتها عندما فتحت له قلبها. ففي اللحظة التي تفرحين بها بخلاص الرب ستتغير حياتك وتصرفاتك أيضا، وستنالين النصرة. الأرملة في دراما الحياة الحقيقية كانت مديونة $360,000 ودفعت المبلغ بأكمله ولم تعد مديونة لأي أحد. خلصها الله من هذا المأزق وسدد كل ديونها واحتياجات أولادها أيضاً، ونالت العائلة بركة عظيمة. لا يهم ما هو وضعك اليوم، تمسكي بإعلانات الله وسيعطيك النصرة. دعونا نقف لنختم خدمتنا بالصلاة، لنطلب حماية الرب وإرشاده. احنوا رؤوسكم وأغمضوا عيونكم من فضلكم وافتحوا قلوبكم أمام الله وصلوا بكل ثقة. أبانا باسم ربنا يسوع، كثيرون أتوا اليوم ليقدموا لك الشكر والحمد لأنهم نالوا بركات عظيمة وقلوبهم تفيض بالامتنان والشكر لك يا رب. إلهنا، نشكرك من أجل كل ما فعلته معنا. لا نريد أن نقدم الشكر فحسب، بل أن نستخدم أفواهنا أيضا التي ملأتها بالتسبيح والحمد لنفتخر أمام أعدائنا. أبانا، لأن كلماتنا لديها القوة أكثر من كلمات العدو، حتى إن قالوا أننا لن ننجح
ولن ننال الفرح وسنخسر المعركة، لا، فما سمعناه اليوم قد حفر في قلوبنا. سننتصر حتما لأننا نتمسك بوعودك، ولا أنا أستخدم السلطان الذي منحته لي. وأقول أيها الشرير، أنت تعلم أنني أمتلك السلطان عليك ويجب أن تطيع حالا. باسم الرب يسوع أنا أمرك أن تأخذ كل ما لك وكل ما يؤثر على حياة هؤلاء الأخوة وتخرج لنا. خذ كل الأمراض التي وضعتها في حياة هذا الرجل أو تلك السيدة، أنا أمر هذه الأمراض أن تختفي لنا، وأمرك أن تذهب بعيدا ولا تعود مرة أخرى. أطلب هذا باسم الرب يسوع، له وحده الكرامة والمجد. آمين.